عندي في الغربة حكايات، خوف سهر حبة حنين للصحاب والذكريات مهما تعدي السنين. عندي في الغربة حكايات، خوف سهر حبة حنين للصحاب والذكريات مهما تعدي السنين. عندي في الغربة حكايات، ربي معايا زي ظلي. وكل ما تعب الظروف المعفرة والتخلي بلقى آخر الضلمة نور، ربي معايا زي ظلي. هو سندي في الطريق رزقه هول غربتي، ربنا مرضيش يسيبني امشي وحدي في سكتي. في الغربة حكايات. النهاردة حكايتنا عن الظلم. قبل ما نعرف ايه الحكاية بتاعتنا محتاجين نعرف الاول يعني ايه ظلم. حد فكر فينا يعني ايه ظلم؟ ممكن افكر معاكم شوية في شوية معاني لكلمة ظلم. ظلم باختصار يعني حاجة مش في مكانها، حاجة كان المفروض ما تحصلش، إيذاء كان المفروض ما يحصلش، تعدي كان المفروض ما يحصلش، كلام كان المفروض ما يتقالش، موقف كان المفروض ما يحصلش، حاجات كتير قوي بالاختصار بتاعها ان هي مش في مكانها. ده المعنى بتاع الظلم، ان هو حاجة مش في مكانها. مشاعر صعب قوي لما انا ببقى مظلوم وحاسس ان انا عاجز، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتصرف ازاي، مش عارف اخد رد فعل ايه، انتقم ولا اصبر ولا استنى ولا اسمع ولا اخد مشورة حد. بيبقى فيه لخبطة كبيرة قوي وقت الظلم، زي صدمة. الصدمة دي بتخليني مش عارف ايه القرار اللي انا محتاج اخده. من كتر ما مشاعر الظلم بتبقى مشاعر تقيلة ومرة بضراوة، انا مش ببقى عارف ايه التصرف المفروض اعمله. ببقى دايما مرتبك، ببقى متوتر، ببقى محتاج اطمن، ببقى محتاج اهدى، ببقى محتاج حد يقول لي الدنيا هتبقى بخير، دي مش النهاية، الموضوع هيتحل في شيء، لكن الموقف مش هيستمر بالشكل دوت. عندنا ثلاث مواقف او ثلاث احداث او ثلاث شخصيات عدوا بمواقف كان فيها ظلم شديد لحاجات ما كانش المفروض ان هي تحصل. عندنا مثلا الفتية الثلاثة اتعرضوا لظلم كبير قوي لشيء اتجبروا عليه هو ما كانش المفروض يحصل، ان هم يبخروا للآلهة او يعبدوا إله مش إلههم. تاني واحد أرمية تعرض لظلم كبير جدا برضو من الملك لما قال النبوة اللي ربنا كلمه بيها وراح بلغها للملك، وكان جزاء دوت ان الشعب والملك ما صدقوهوش ورفض النبوة بتاعته وترمى في السجن. عندنا كمان دانيال نفس القصة بالظبط، اتحط في موقف اتجبر عليه ما كانش في مكانه ولا كان المفروض انه هو يحصل. ولكن في الثلاث مواقف كان في شيء مهم جدا، انا برضو اعتقد ان هم بالشيء دوت كان عند التلاتة، بالرغم من ان التلاتة ما افتكرش ابدا ان هم كانوا مبسوطين في الموقف دوت. كتير قوي بيجي في بالنا ان انا لما اتعرض لظلم محتاج ان انا ابقى مؤمن ايمان قوي، ايمان في مواجهة، ايمان في ان انا مهبش مخافش محزنش مغضبش. لا ابدا، انت من حقك تعمل كده. انا ما اعتقدش ابدا ان الفتية الثلاثة كانوا عارفين ايه اللي هيحصل في اتون النار او المصير هيبقى ازاي او ربنا هيتصرف ازاي، لكن هم عملوا حاجة هي دليل الايمان اللي احنا بنعملها جنب مشاعرنا. الحاجة ديت اسمها الطاعة، يعني انا بطيع بالرغم من ان انا مش عارف ايه النتيجة. طب ده بيلغي مشاعري؟ بيلغي ان انا احس بان انا مظلوم او ان انا خايف او ان انا قلقان؟ لا ابدا، لكن الايمان هو ان انا اتحرك جنب مشاعري، اتحرك معاها، اتحرك بالرغم منها. كتير قوي مننا في بعض الاحيان بيبقى متخيل ان الايمان هو ان انا ما احسش باي مشاعر من ديت وابقى ماشي كده مصدق وكاني عارف كل حاجه. لا، هو انا مش ببقى عارف كل حاجه ولا ببقى عارف ايه هو سر الاحداث،
لكن عارف انها تحصل حاجة كويسة، عارف ان في شيء ايجابي، عارف ان في اله صالح، عارف ان انا مش لوحدي، عارف ان ربنا عارف ان انا خايف او قلقان او حزين. وده اللي حصل مع أرمية. أرمية كان يعني بيقولوا عليه النبي الباكي، من كتر ما هو مشاعره كانت دايما حاضرة وموجودة وبيعبر عنها. ما اعتقدش كمان ان دانيال ما كانش خايف وهو داخل الجب، او الفتية التلاتة ما كانوش خايفين من اتون النار، لكن هم بالرغم من مشاعرهم اللي كانت نتيجة الظلم اللي هم تعرضوا له، هم كمان بالطاعة، بالطاعة اللي هي دليل الإيمان، سلكوا ناحية الحاجة اللي هم اتجبروا عليها، وكان في الآخر في تدخل من قوة عظمى، قوة أكبر من قوة الملك وأكبر من القوة اللي كانت بتجبرهم، وحسمت في النهاية الموقف لصالحهم. فنلاقي في النهاية إن الفتية التلاتة الملك خرجهم من النار ومجد اسم إلههم، وكمان قال للناس تمجد اسم إلههم. لقينا إن ملك بابل اللي غزا مملكة إسرائيل خرج أرمية من السجن، وكمان اداله هدايا وبعت له ناس تعامله معاملة كويسة. ما أقدرش أقولك وإنت مظلوم تعمل إيه بالظبط، ما أقدرش أقولك تصرف بعينه، ما ينفعش أعمل كده، لأن كل واحد ليه قصته. لكن أقدر أقول لك حاجة أو اقتراح صغير ممكن تقبله أو ترفضه. في المواقف اللي زي دي بنكون محتاجين نقعد مع نفسنا نفتكر المواقف اللي عدينا فيها قبل كده، وكانت بالنسبة لنا مواقف صعبة جدا، وفاكرين إن هي دي النهاية، واكتشفنا في الآخر إن ما كانتش دي النهاية، وكان في تدخلات إحنا ما كناش بنفكر فيها خالص، وأدت في النهاية لخيرنا أو ما حصلش اللي إحنا كنا متوقعين. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا بالنسبة لمشاعر الظلم. أغلب الناس لما بيتظلموا بيبقى الانتقام هو اللي شاغل تفكيرهم، ولكن أنا عايز أقول أو أفكركم وأفكر نفسي بآية مهمة قوي بتقول لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب. النقمة هتحصل لكن بطريقة ربنا اللي فيها صلاحنا وصلاح الآخرين. Des histoires à l'étranger. في الغربة حكاية. Pardes mes kahani. في الغربة حكاية. الغربة كلمة ناس كتير لما بتسمعها بتتشد أو بتفتكر المعاناة والألم. الغربة بتفكرني أني أنا غريب على الأرض، فده بيخليني دايماً عيني على فوق مش على الأرضيات. أنا اتغربت مرتين، وكان عندي فرصة أن أنا أتغرب غربة أبعد شوية، لكن لما طلبنا صوت الرب كان الإجابة واضحة، جالنا هجرة في بلد غربي هو حلم الناس كلها أنها تسافر لي، لكن إحنا ما خدناهاش باب مفتوح فنجري ليه. صلينا كتير، صمنا، طلبنا مشيئة الرب، وشاركنا أعضاء الجسد الواحد معانا علشان يدعمونا بالصلاة. وفي النهاية كان صوت الرب واضح إنه مش ده الطريق اللي ربنا مختاره لينا. بعد ما جات لنا الهجرة دي وإحنا ما رحناش، فكان طبيعي ان الناس اللي حوالينا تلومنا، انتوا ازاي تجيلكم الهجرة دي وما تروحوش، لكن احنا ده ما غيرش حاجة من تفكيرنا، لان احنا كنا متأكدين من صوت الرب. جات الدعوة، مش انا اللي سعيت وراها، جات الدعوة بشغل في بلد عربي، وهنا رجع صوت اللوم من الناس اللي حوالينا، بس نبرته كانت أعلى شوية، حدته كانت أعلى. انتوا اللي رفضتوا البلد اللي كل الناس بتحلم انها تهاجر ليها، رايحين بلد عربي، طب هتصلوا فين؟ طب هتلاقوا فين كنيسة؟ طب هتعملوا ايه؟ طب هتعيشوا ازاي؟ طب انتوا ممكن تقابلوا مشاكل، تتضايقوا. لكن احنا مرة تاني رجعنا وصلينا وأخدنا وقت، وكان صوت الرب واضح انه اوكي
أنا عايزكم هناك. فمش معنى أنه الطريق مسدود يبقى ده مش من الرب، ممكن يكون في معوقات. احنا كنا متأكدين ده صوت الرب، عشان كده احنا ما كانش عندنا أي قلق. كنت بصلي كتير أنا ومراتي، وكنا بنقول يا رب أنت عاوز مننا إيه. إيد الرب كانت واضحة، وكانت بتستخدم كل اللي حواليا علشان مجد اسمه. كنا بنقعد حوالين كلمة الرب، وكنا بنشبع بكلمة الرب، وكنا بنقدر إن احنا نشهد عن أمانة الله مع كل اللي حوالينا. بركة كبيرة في الغربة موضوع الوقت، وإنه مفيش حاجات كتيرة تشغلك، مفيش أماكن كتيرة تروحها. فكنت بحلم إن أنا أدرس لاهوت، ما كانش عندي وقت أعمل ده وأنا هنا في بلدي. لما روحت الغربة وكان عندي وقت، فقدرت إن أنا يبقى لي فرصة إن أنا أدرس لاهوت، ومش بس كده، أدرس وساعد ناس معايا إنها تدرس. دي بالمراسلة طبعاً، فكانت فرصة رائعة جداً إن إحنا ناخد اللاهوت بالمراسلة. الحاجة التانية إنه الوقت كان بيساعدنا إن إحنا نقدر نزور مرة واتنين في الأسبوع، فكنا نروح نقعد مع عائلات، نفتح الكتاب، نفتح التفسير، نقعد ندرس، نقعد نرنم مع بعض. قرب ما جيت نازل وخلاص هسيب الغربة وراجع بلدي، شدني إعلان عن دراسات عليا. أخدت الشهادة فعلاً، وكنت فرحان بيها قوي، وكان شكلها جميل. وأنا بخلص إجراءاتي العادية، وفجأة إني في اتهام بالتزوير. كانت أيام عصيبة جداً وأيام قاسية، وأخدت معايا فترة على بال ما التحقيقات خلصت، ربنا أظهر حقي وأظهر أخرج للنور بري، وكانت فرحة كبيرة لينا إحنا كعائلة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم حتى تختبروا إرادة الله الصالحة. عشان أقدر أعرف إرادة الله الصالحة لازم أكون ملتصق به، أكون بطلب منه ذهن متجدد، ساعتها هقدر أكتشف إرادة ربنا بشكل واضح. لما رجعنا خدمتنا بركة كبيرة لينا، إن إحنا بنخدم في مجال الأسرة، ونطبق كلمة الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. إحنا بنحس إن دي الرب بيقول أنتوا مشيتوا زي ما أنا بقول، فأنا هديكم أكتر من اللي أنتوا بتحلموا بيه. من بعد ما رجعت وأنا عندي أشواق، إني أنا بنيت كتير في الفاني، فنفسي أبني في الباقي. أشهد إن الرب عجيب في ترتيباته، وهو اللي بيعرف يرتب كل قطع البازل مع بعض بالشكل اللي هو شايف إن هو ده الصح، وهو ده التوقيت المظبوط بتاعه. قد إيه رب صالح، وقد إيه رب عنده لكل شيء تحت السماء وقت. ليا في الغربة بركات. يا رب، مشاعر الظلم مشاعر قاسية أوي، مشاعر بتحسسنا بغربة كبيرة أوي، بتحسسنا إن إحنا لوحدنا، بتحسسنا إن إحنا مش قادرين، بتحسسنا إن إحنا ضعاف وعاجزين، بتحسسنا إن إحنا كمان مش هنقدر نعمل حاجة، بنفقد السيطرة على كل شيء، بنفقد السيطرة على أفكارنا، بنفقد السيطرة على تصرفاتنا، على حركتنا، على كل حاجة، بتغيب كمان عن عينينا الحقيقة، ومش بنشوفك، مش بنعرف نشوف إن إنت موجود، وإن إنت ضابط الكل، وإن كل حاجة تحت إيديك، وإن كل سلطان تحت إيديك، وإن سلطانك هو السلطان الوحيد اللي بيتحكم في كل المواقف والأحداث. يا رب، أنا عارف إن إنت بتقبل مشاعرنا، وعارف إن إنت مش بتلومنا عليها، لكن ساعدنا كمان إن مشاعرنا دي تهدى، ونشوف حقيقتك، ونشوف حقك، ونمشي وراك. آمين. عندي في الغربة حكاية.
كل ما استسلم وقع يدخلت لي ميت جناح لسه راضي مهما يجرى مهما انت العمر فات عندي كم من المواقف يبقوا في الغربة في الغربة حكايات.